زمان بشجع البرازيل، بس السنة دي ممكن أتوقع فوز فرنسا أو إنجلترا. بشجع البرازيل ماشي، أتوقع مين يكسب مش عارف والله. أتوقع فرنسا، ولكن طبعا لو في أي مفاجآت تانية يعني من الصعب يعني، بس أنا شايف فرنسا يعني المستوى بتاعها ما شاء الله كويس. بره الماتش اللي حصل بتاع الأرجنتين أصلا وقطر، أرشح السعودية ممكن توصل للدور الأربعة، ممكن على المستوى اللي أدته. قطر ممكن في دور الثمانية. لو هنشجع يبقى هنشجع السعودية، تونس، قطر كدول عربية. لو نتوقع هيبقى للأرجنتين للبرازيل. بشجع المنتخب السعودي ونشكرهم ألف شكر على الأداء الرائع، وأتمنى لهم الفوز في النهاية بإذن الله. أنا بشجع البرتغال، إنما برجح إن البرازيل هي تكسب كأس العالم السنة دي. والله أنا شايف، أنا كمواطن مصري وعربي طبعا، بعد الظهور اللي ظهر بيه الأخضر السعودي طبعا أنا معهم قلبا وقالبا زي بقية الوطن العربي، لأن هم دول لا يمثلون أنفسهم فقط، لا يمثلوا العرب، وإحنا مش موجودين في كأس العالم، فإحنا لنا حد موجود في كأس العالم. أنا بشجع السعودية وأتوقع إن البرازيل هي اللي تكسب. بشجع الدول العربية، السعودية، تونس، المغرب، وإن شاء الله السعودية قامت يعني ماتشات حلوة جدا امبارح، بالأخص ماتش الأرجنتين. ودلوقتي يعني أنا ملاحظ إنها يعني بطولة مفاجآت، أقول لك مين ياخد البطولة؟ لا يعني بالنسبة لمستوى الأرجنتين شفناه، ف لا بعيد الدنيا، مش يعني لا ما نعرفش مين ياخد لسه كاس العالم. والله انا اتمنى وان شاء الله باذن الله، دي حاجه من عند ربنا، واتوقع ان شاء الله باذن الله المنتخب السعودي. تمشي في الشارع، تقعد على القهوة، الدنيا كورة والناس كلها الحقيقة بتحب الكورة، تشجع زي ما انت عايز، انت براحتك. بس الحقيقة يمكن الإحساس العربي ان احنا كمان نتمنى للفرق العربية انها تقدر تعمل نتائج الحقيقة تساعدنا وتقدم الكورة العربية كمان بشكل كبير.